انا متاكد اننا سننتصر عليه. الفساد سمعت شي واحد تيقول الفساد بغى يقضى عليه غير اليوم، ما يمكنش، لا يمكن القضاء على الفساد. ولكن الشعوب القوية هي التي يغلب الصلاح فيها الفساد. وملي كنت داخل طلبت مني واحد القناة باش نكون شوفها بحال المرأة في الدار. اونفا دابا حتى الراجل إلا بغيتي أنا ما عندي مانع صغير يتفق معاكم هو. لا ما كانتش كتنقي كل نهار ورد البال كل نهار كتعاود كل نهار، لا بد الدار ديالها غتوسخ وغيجيو ليها الفيلان وغادي يكون الخراب تيطرق لها شويه بشويه.